وثائقيات. السلام عليكم. احنا من سكان ديال الدار البيضاء، هبطنا اليوم مع الكونفير موليكان، هبطنا نشوفوا البحر. واذا تفاجئنا بالبوليس كيحبسوا الناس كيقولوا لهم لا ما تهبطوش للبحر، ماشي من حقكم. ما اش غنقول لك، ما عرفتش شنو هو الميساج اللي بغاو يوصلوا لنا. احنا قالوا لنا رجعوا ما تهبطوش للبحر، ما قالوش لنا شنو هو غادي يكون. احنا بغينا نعرفوا شنو هو غيكون، زعما واش كاين شي وقت اللي خص بنادم يجي فيه ولا هما القانون ديالهم هذا. احنا ما علمونا ما والو، ما قالوا لا في التلفازه، ما قالوا لا في غيزو سيسيون، لا في حتى شي حاجه. على غرار العديد من المدن المغربيه المصنفه في منطقه التخفيف رقم 1، تعرف مدينه الدار البيضاء عوده الحياه الى طبيعتها بشكل شبه كامل. انتقلنا الى شاطئ عين دياب في الدار البيضاء بعد مرور اول اسبوع من تخفيف الحجر الصحي الذي استمر لازيد من 3 أشهر. تفاجأ عدد من المصطفين الذين ولجوا الى الشاطئ متأخرين بعدد من الاجراءات، ففتح الشاطئ امامهم وفق شروط محددة يبدأ من الساعة 8 صباحا، والى حدود الساعة 6 مساء يتغير كل شيء. خارجين تندورو للبحر، غادي للشهر احنا مريحين. اليوم خرجنا والبوليس يقولنا سيروا طلعوا بحالكم من البحر. وصراحة حسينا بواحد هادي، احنا شحال الشهر احنا مريحين في الدار قنطانين، وبغينا نخرجوا نفوجوا شويه، ودابا تيجريو علينا من البحر. من بعد هذه المده ديال الحجر الصحي اليوم ما خرجناش حنا النهار اللي قالوا بان صافي نخرج. اليوم خرجنا باش نشموا شويه ديال الهواء، نشوفوا البحر، نشوفوا الاجواء، وفعلا كان تباعد، وكانوا الناس نيت في المستوى، ما كانش اختلاط كثير. ها انت كتشوف الناس مبعده، والحمد لله، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى يرفع عنا هذا البلاء وترجع الحياه الطبيعيه. كانت توقيت هما اللي قالوا لكم من 8 الصباح حتى 6 العشيه، ممنوع العمان، ممنوع سميتو، وصافي هذا الشيء اللي كاين. وراه في الحقيقه اجراءات مهمه صالحنا وصالح وليداتنا. خدمات بدل الروتين ديال الوقت، بزاف ديال الحوايج في وقت الحجر الصحي كان شويه ديال الضغط وشويه ديال الضغوطات وبزاف ديال، يعني دابا تبدل الروتين، تبدل الوقت، فهمتيني؟ يعني دابا كتسالي نهار الحد كيكون عندك داك القيد خاوي، كتخرج تراد تبطل البحر، واخا العمان ما تعومش ما دير حتى شي حاجه، ولكن ماشي مشكل. المهم تبدل الجو، انك تسمع الصوت ديال البحر وتبدل الجو، هذاك هو المهم. قرار واخا شويه صعيب، كاين الناس كتقدر تخرج حتى 4 حتى 3، يعني لو كنت 8 مزيان، 10 مزيان. يعني دابا كتسالي يلا جي داك عاوتاني، فهمتي؟ ما وقت شويه صعيب محارج. كاين اللي كيسالي حتى 1 4 غادي يتغدى يخرج، يبغي يخرج وليداته، كيلقى 6 حبسوا الحجر. استغلينا الفرصه باش جبنا الوليدات تمشاو شويه في الرمله ويشموا الهواء ديال البحر. اول خروج من المنزل هو هذا، الحمد لله الاجواء زوينه، وكنشوفوا الحضور الامني المكثف للرعايه والنصيحه، كيعطيو نصائح للناس اللي في محله خص الانسان تلتزم بها، خصهم يلتزموا بها. انا من خلال هاد المشيه اللي تمشي دابا، كاين فعلا بعض الناس باقين ملتزمين، كاين شويه تباعد، كاين لي بافيت هذا، ولكن واحد لا ماجوريتي بانوا لي ما تخلاو على دوك الاجراءات الوقائيه اللي كتنص عليها السلطات الصحيه. اول مره كنهبطوا حدا البحر، حدا من وراء هذا الحجر الصحي. في الحقيقه كنا محبوسين والحمد لله دابا شمينا شويه الهواء وحسينا بشويه ديال الراحه الحمد لله. توزعت السلطات المحليه ورجال الامن على شكل مجموعات جولات بشاطئ عين دياب لحث المواطنين بدءا من الساعه 6 مساء على الخروج من رمال الشاطئ الى الرصيف، بعدما اقتصرت هذه التعليمات قبل التوقيت المحدد على حث المواطنين على الالتزام بارشادات السلطات المختصه، بينها منع التجمعات والتباعد الاجتماعي، اذ فرضت على المواطنين الراغبين في استعمال المظلات الشمسيه ضروره ترك مسافه بين 6 إلى 8 أمتار بين كل مظلة وأخرى، مع تحديد مداخل الشاطئ ومنع الأنشطة الرياضية الجماعية، مع التركيز على التحسيس والتوعية من قبل السلطات ومجلس الجماعة وكذا المجتمع المدني والفضاءات المهنية. عبد المطلب رخيص مناني، أنا كان طالب كنقرأ في مونديا بوليس ماستر 2 دروا دي زافير، وأنا من جنسية تشادية.
والله الكونفينمون كان صعيبه شويه في الاول كانت شويه صعيبه شويه في الاول و avec le temps c'est devenu une habitude voilà يعني ديما في الدار tu t'ennuies tu pourras pas faire quelque chose jusqu'à voilà Dieu merci là on est déconfiné ça fait déjà 4 jours alhamdoulillah donc comme tu vois il y a beaucoup de gens alhamdoulillah tabarakallah petit à petit on voit que les choses s'améliorent wallahi je vois beaucoup de gens comme tu le constates il y a beaucoup de gens et je suis vraiment heureux voilà de sortir aujourd'hui parce que ça on a fait presque 3 mois à la maison confiné et c'était pas facile pour quelqu'un qui a l'habitude de sortir chaque jour c'était pas facile voilà et voilà Dieu merci aujourd'hui je vois tous ces gens parce qu'il y a même pas quelques jours à 20h c'est déjà le couvre-feu yani tu peux même pas regarder une personne traîner à dehors mais là Dieu merci on est déconfiné et voilà donc je pense que petit à petit on va oublier cette pandémie على كورنيش عين ديابة المشي والاستجمام يساعدان كثيرا مرتدي عين ديابة على تغيير الجو بعد 3 أشهر من الحجر الصحي